اهلا وسهلا كبيدات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم ان شاء الله ما ناقصكم حتى خير يا ربي. هانتوما شوفوا فينا، شوفوا فينا البيضه. انا في مكناس، يلا جينا، يلا وصلنا دابا المكناس. ان شاء الله عارضه اليوم على ماما وبابا وعائلتي الفطور ان شاء الله في واحد القهوه. المهم صراحه ما عمري ما مشيت لهذيك القهوه، كنقلب غير في الانترنت حتى لقيتها كلشي كتب عليها زوينه، عندهم فطور زوين وداكشي. غادي ان شاء الله نفطر تماك. يلا قشنا دابا وقفنا عند مول الزيتون، ها هو انا ندخلو دابا باش ناخذو الزيتون. ما يمكنش ندوزو من هاد البلاصه هادي وما ناخذوش من عندو الزيتون. راكم عرفتوه، راه كنت بارطاجيتو معكم داك النهار كاين في القديم. و قولي كي جاتني بعد الجلابه يا اختي، الجلال بالقوالب بديت كنلبس غير الجلال، بحوايجي كاع ما لبستهم. وصافي البنات، ونخليكم معايا اليوم غادي يدوز نهار زوين. كناخذو منو ديما هذا الكبار. شنو تاخذي ماما؟ انا خذ من هذا. خذي شي عندك الهريسه؟ عندي هذه باش هذه عاديه، الهريسه ديالو واعره. هذه قلت فيها الزعتر و من يد دراهم يا اختي، غلا الزيتون حتى هادو. دابا شنو منين بغيتي هذا؟ لالا ها زيتون كانت ماما 100 ريال الكيلو وفي قنيطره، ما كيبانش مزيانه ماما. ها ويلي ها هو التعمار 600 ريال الكيلو. اها وفي قنيطره لقيتو ب 640، في قنيطره زايد على مكناس. على مكناس المهم لا ماشي على جوج دراهم، انا جديد يا اختي. عندهم الزيتون، لا هنايا الزيتون هنايا معروفه طبعا. هذا كيدير على هذا اللي كيعجبني انا، هذا الطوب عندي 470 يعني 340 680 الكيلو. غالي ولا وي انا بعدا بالنسبه لي والله الا. وهذا هذا المشرمل 7 دراهم فهمتي. صافي الاخر ما بغيتش نجيب الاخر حيت جبتيه البارح قلتي ليه غلا. شنو كيفاش شحال كان هذا؟ كان كيدير 4 دراهم الكيلو. لا فابور، لا لا اسمعي نسيت كان شي معرض ولا الجامعه، هذا كان كيدير 4 دراهم للرابعه. وضربي شحال الكيلو؟ 320. 320 دابا ولا 7 دراهم، يعني شحال؟ 28 درهم. شحال؟ ايوا 28 درهم ولا لا ماشي 28 28 14 ل 14 يا هذيك 28 ايوا كان كيدير 320 زيدي كان 16 ولا ب 28 ولا شحال هاد الفرق. وهذا والله القصر هذا تا هو كان كيدير قولي 7 دراهم الرابعه، 7 دراهم الرابعه 28 ولا 30 ولا 7 دراهم. ما غلاش بزاف، لا ما غلاش. هذا شوفي هذا قالك 7 درهم 170 ماما غلا. لا والله راه غلا الزيتون قسما بالله. هذا كيدير 7 170 ريال. شحال هي؟ هي 8 دراهم ونص. هادشي اللي قال لي، قال لي 8 دراهم ونص. هو ضربي تا هو كنت كناخذو كاع 4 دراهم 5 دراهم انا، ولي 5 دراهم. ودابا شوفي شحال. ايوا راه كلشي غلا في المغرب كامل. ماشي غلا، راه هادشي شي حاجه فوق الغلا، شي حاجه فوق الغلا. احنا يلا دزنا ماكدو ديال الحمريه كايف سي ماكدونالدز. احنا دابا في الطلعه ديال المهم، حنا في داك الشارع ديال الحمريه سنترال. دونت تاتش رازين. Okay, I said till we finish eating, okay? Salam. عندك الفطور ديال الدار ديما الدار تقهرنا هذا الشيء عندك شي شيك بشيك هما غير الروتين الروتين ديما الملوي باش يجي ياكل ديالها. عياها الملوي، عياها الملوي ماما. ماشي عياها الملوي، بغا ياكل داكشي ديال السموم، بغا ياكل السموم. جينا الميكروبات جينا تغداو برا باش
تشوفوا الباكيت تغداو ادي ادي شو الباكيت باش غادي نفطر بنقص هادشي بابا في الجوع دابا بلاتي الله لا غادي تهالي الفطور بلاتي وعاد شي بغيتي خليكم معنا حتى تحطوا الفطور ماما نشوفوا هذا الفطور هذيك نشوفوا هذا الفطور ها هو الفطور يلاه بداو كيحطوا فيه دابا الفطورات ها نتوما زيدوا العطور تشرب الحريره ماما يلاه خوات لينا اتاي بالكشكوشه ها كليو يلاه بداو كيحطوا مازال كيسربيو الناس ها نتوما القهوه بدات كتعمر هادشي هادي خويا غاشي بيا مرحبا خويا عطيني واحد النجم بعدا حلينا دوك الطواجن نشوفوهم شنو نتيا كنتي باغا تفطري غنشوف يلا سير هذا للا هذا سيدي شنو هو يا للا شنو هذا داند هذا داند سخون سخون سير هذاك فتح هذاك سامع بالك بط ومن الفطورات خدينا فطورات هكا مختلفين كاين هذا كما كتشوفوا زيد فيها هاد الخبزه هادي وزيد فيه الكريب وهذا لا لا حتى هو فيه الكريب ما فيش هذا غير ديك الخبيزه بابا الصحه والراحه كلشي ميمي بابا شنو قلتي لي على الملوي شنو قلتي لي على الملوي ها هو الملوي ها هو الملوي شكرا هذه قهوه كحله لماما ماما كتشرب قهوه كحله ما كتشربش اتاي شنو نبدلو الملوي تاع ماما صح ما عرفناش غادي نلقاو حنا هذا الشيء هذا ميني وكذلك الخبيزه تاع ماما كالساعه لقينا هذا الشيء ها دغما ما يذوق وقيل عطاونا ندقوا باش يزيدوا لينا بلاتي كنصور رازين دابا هذه سمية القهوة البنات اللي فطرنا فيها اليوم سميتها بروميناد بالاس شو معايا الديكور هذا اللي يدير لنا يا الفقر واعر رازين قالك باغا تصور هنايا هذا طلعنا الفوق هذا التحت من الفوق ومازال فيها اسباس اخرى كبيره هاد الجهه هادي عاد دابا بانت لينا يلا جينا دابا للبارك المهم خلينا الفطور داكشي جينا للبارك وهنا نلعب رازين تلعب دايره علينا القلق عرفتو من الصباح وهي كتقول لنا البارك بارك 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 ايوا جبنا لها البارك هذا ما عرف ما قريب من قديم هانتوما شوفوا كبير ما شاء الله رازين باي باي Thank you.
دابا غناكلو غلال انا وماما. ماما غتشرب غير الماء نيت حدا هاد البارك هذا فين كنا دابا. هو راه تيشري ليا طلعت ليه البارح. رجعنا معطلين ورجعنا ناس ديريكت ودابا نهار جديد كيما قلت لكم زين كنديروا الروتين ديالنا الرمضاني زين الله بينبي. بغينا نقادو شي سيوات ايوا ضروري خاصنا شي حاجات ودزنا المخبزه هي الاولى باش ما يتسالوش باش ما يتسالى لناش الباغيط والتيبان حقاش المخبزه رمضان كينوض عليها الحرب. وزينا ان شاء الله بيبي حتى مبرد الحمد لله عشان انا كنحس بواحد الصهد راه ما يمكنش. اوكي وصافي هادشي اللي كاين ناخذ داكشي نمشيو ني شان الدار ما بقاش بزاف ديال الوقت غادي غادي نقاد داكشي بالزربه انا واختي ميداد. بغيت بيرلي الاحمر نقلب عليه فينا هو فينا هو فينا هو كيعجبني. دي هاد دانونينو كيحماقوا عليه بناتي بجوج هذا ومسكلي حتى هو ممكن يجيني بحال بحال كيجيني بحال هذا بحال مسكلي. ها هو تبيرلي هذا واه خطير حتى هو غادي ناخذو هاك راه زين هاك شدي نشوفو لاطات ماي مزيان هادي راه زين. خديت المايس عزيز عليا في السلاطة هادشي اللي خدينا وإذا درا خدامة كتاخد في كتاخد في المقادير ديال داكشي اللي غتصايب ما عرفتي تصايب ديالك غادي دير لنا شي مفاجأة ما نعرف. خدات الشكلاط خدات هيرنيس شفتو شحال ديال هيرنيس شنو آخر المهم مازال كتشوف هايا وداد طون ديال الزيت الله. رجعنا دابا رديت هذاك الشيء ديال اللي خصو يدار في الثلاجه دغيا دغيا حقاش كاينه الحراره على برا. ايوا نقل لكم عاوتاني كيف العاده الاجواء في الدار كيفاش دايره. ها هي الوالده كتصاوب لينا راه ما كنقولهاش الوالده راه كنقولها ماما راه ماما ماشي الوالده ماشي نقولش كي كيقول لي الوالده كتبغيش اللي يكبرك ها ماشي على الكبار قولي امي نيت ماشي الوالده اللعوب هادو انت صايب لينا الملوي البنات شوفوا شوفوا عرفتي شنو سمعتي الهضره سمعت الهضره نيت جبت الملوي ها نتوما جبت الملوي من المخبزه على مزينات كله زيت غير زيت الروميه ما فيه كاع الزيت ايوا سمعتني الهضور بقات تغوت تغوت ما بغات كاع تسكت قالت لك انا تندير لكم الملوي ديال الطار انت كتجيبي ديال الزنقه واختي شكون اللي غياكل هذا الخير هذا انت عاد زايده الملوي وانا ما شفتكش ماما ولا سوليني ايوا شوفوا شوفوا معايا الملوي ديال ماما ها نتوما وقت راه كاع المغربيات كيديروا البنات راه كيقولوا لك انت قال لك الحداقه يا لالا سؤالك في الكومونتير ياكي ايوا اختي اش غنديروا قول لهم لا يحطيكم الله يطول في عمركم اللي قالت لي حالقه الله يعطيها الحداقه في الحداقه في الحداقه حتى هما راه حادقات كاع المغربيات حادقات وكاع العيالات فين ما مشيتي راه حادقات ايوا الله يعطيك الصحه انا نديكم عاوتاني الجهه الاخرى عاوتاني تشوفوا الاجواء قال لك ماما انت غدوري علينا غير امان سير مع واحد بشار متراجل مزيان ها انتوما لا لا انا غندير يدي دابا 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 فين غدير يدي غدير يدي في هادشي ديال اللي دير تدير وداد المهم البنات ها انت دايره يدي دايره يدي دابا ها ماشي شي 17 من واه هاي هذا خيزتو ماما غادي تشمل لا لا هادشي الطويجي شي شويه بالبقري ها هو الطاجين يلاه باقي ما كملتش اختي كنضربوه بكوكو وهنايا وهنايا الحشوه ديال لي سيغار وداد غنديروا لي سيغار ولا بريوات ديري لي وغيشي باقي داكشي ما المهم نقول لهم شنو هنا كاين الفلافل جوج ديال الانواع ديال الفلافل هنايا كاينه البصله كاينه شويه ديال الثومه الربيع فيرميسيل والعطريه وهذا الكفته هنايا الاخت وداد وداد قال لك درتي الزيتونه وداد واش عندنا الضياف وداد ها نتوما كدير الزيت درتي الزيتون ها نتوما ستي روح مرجع كيقول لها كثرتي الزيتون هنايا
هنايا الورقه جابها لينا الواليد. هنايا الزيت زوين على الزيتون عطيت الزيتون كات. هنايا الفول ديال الواليد. الغله ديال البلاد. هذه الغله ديال البلاد ديال بابا ديال البلاد ديالهم فين تزاد فين ترارا ياك بابا فين ترارا. تبارك الله ما شاء الله. ها نتوما هذا هذه الجهه ديال الواليد. ها نتوما نقخ الفول. ها نتوما هذا الشيء شوفوا شنو تيدير ليه لاستيس. ها نتوما شوف وحده باش ها نتوما وحده وحده كيحلها باش طيب مزيان. ملي كيحلها كيحلها ها نتوما كيديرها وحده وحده وعاد غينصب هذا بعد هذا. هذه هي الاكله المفضله ديال بابا. رجعي لهنا دابا طوب دي طوب رجعي لهنا وصافي. هنا كملنا الحشوه. احنا وداد زادت وداد زادت ما كاين وداد منفخه علينا. ها هضري قولي لي المتتبعات شنو در شنو زدتي دابا هنايا. يلا الزيتون والهريسه وداد حشمانه ياكي. انا كنوعدكم ان شاء الله باذن الله غادي نوريكم وداد بغات ولا ما بغاتش. كتحشم عليا الصغيره ديال الدار. انا جايبه لك انا غنسي وصافي. انا كندير دابا الشرموله ديال الخيزو. هذه الشرموله ديال ماما انا كنتبع غير التعليمات. خيزو صبيعات. هذه خيزو صبيعات. هذه خيزو لانطيس. ماما خصك تقولي لانطيز. والله لا لانطيز. انت ما تاكلش شي حاجه من غير لانطيز. المهم البنات. ما تخش عوجينا. كتجي واحد الفوغيه ما ضايرش. المهم البنات. هانتوما شوفو كاين ناقص بورو معدني ستوما. انا غادي نقطع رقيقة. هنايا غادي نزيد الحامض. تا هو عرض الحامض. اوه هانتو اسمع التعليمات. حرام ماشي 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 ها 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 البنات ها 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 البنات قولي شنو باش ها صافي ها 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 درنا داكشي داكشي اللي وريتكم عاد دابا. زدت الكمون غندير شويه ديال الزيت البلديه ماشي غنزيد شويه غندير الزيت البلديه صافي صافي. شو شنو قالت لي صافي كتشوفهم غندير الزيت البلديه زعما صافي كنقول لك صافي وسيمه صافي. غادي نقليو هادشي مزيان. ما فين هي الملحه ماما؟ شويه ديال الملحه ملحه يعني وصافي. نقليو هادشي ومن بعد غادي نزيد لك داك داكشي الزيت ديالنا. إذا كان خيزو بزاف راه من طبيعة الحال غتكثري هادشي. غتزيدي المقادير دابا صافي. زدنا خيزو صافي. شحال غيبقى يتقلى ماما؟ شوية تشرب شوية ديال هذا شرمولة. تشرب شوية شرمولة وطفي هاديك الحامض مع رقيق كيتقطع رقيق هذا. صافي نقصي عليه. كنحماق على خيزو مشرمل البطاطا مؤخرا كتعجبني خيزو بزاف. سيدي في الصوت ما كي كان بغي هاد خيزو بطاطا مشرملين هكايا فهمتيني. وهنايا شلاضه. ها هي الشلاضه المعتاده صراحه واعره. شلاضه البنات خطيره. فيها مطيشه الخيار الباربا مطيشه والمايس وشنو اخر والخص الا كاين ما عرفتش واش خص مازال كلشي كاين صافي. والخص كتجي واعره. المهم البنات يلا بينا دابا كنعمروا السيجار. ايوا اختي سيري سيري وليدي تعرفيش تصوري. ها انا راه اول مره كنخدم بالورقه ديال المغرب. انا مولفه غير الفيلو والفرا. انا صافي نودل ماما كتسالي معايا وحق الله. انت اللي قلتي لي سيري مع ماما المروي ديالي تحركات الاولى تحرك الثانيه وصافي.
قلت انا ويدا دي قلتي غنديرو فشي وحدينا هاد الفرماج ايوا شنو غسيري هذا راسي نو جبتي جبتي شويه مامي و ار يو رقيقه هاد الورقه هادي بزاف ايوا مامي و ار يو دوين صافي دابا نزول الفرماج عند الاخرين غنديرو فيهم الفرماج ها نتوما حنا بدينا دابا ترقبوا معنا النتيجه من بعد ما نساليو علاش كنديرو شي فيه الفرماج شي ما فيهش الفرماج حيت ماما لحقاش ماما ما تاكلش الفرماج وقال لك ما تشمش حتى الريحه ديال الفرماج يعني خصنا اللي فيهم الفرماج ما يطيبوش حدا اللي فيهم اللي ما المهم فهمتوني ما يطيبوش حتى اللي ما فيهمش الفرماج باش ما تشمش الريحه. ها هو السيجار يلاه وجد واقفين دابا كنخرجو من الفران باينة فيكون جوار وصافي دابا يلاه اذن.